السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كله بخير وصحه وسلامه. فيديوهنا راح يكون اليوم اللي هو اعلان بيع قطعه كرونيك زين. شوف يا صاحبي، انت عندك خيارين. طبعا اقدر ابيع لك هذه القطعه، هذا الشيء مو جديد انه انا ابيع قطع من زمان ابيع، بس ولكن انا ما مسوي فيديو على القناه مالتي وشارح لك انه شلون تشتريها وشلون تبرمجها وشلون توصلني للمكتب اللي انا حاليا قاعد اشتغل بيه، فحشرح لك كل شيء بهذا الفيديو. شوف يا صاحبي، اذا انت مسكنت محافظات، يعني طبعا هذه التوصيلات او هذه القطع اقدر اوفر لك اياها بس داخل العراق، ركز لي على الفيديو، داخل العراق اقدر اوفر لك اياها، خارج العراق انا جدا اسف اعتذر من عندك. طيب انت يا صاحبي العراقي انت شاهدني بهذا الفيديو، اقدر اوفر لك هذه القطعه وياها اذا تريد ماوس وكيبورد متوافقات موجوده. تمام، انا ابيع لك ماوس وكيبورد متوافقات، كيبوردات طبعا هوايه ماركات كل من السعر. تمام، تقدر انت تدز لي الماركه مال الكيبورد اللي انت تريده او الماوس اللي انت تريده، راح اقول لك يتوافق او ما يتوافق ويا القطعه الكرونيك زين بحاله اذا جيت تلعب ماوس وكيبورد. العنوان هو بغداد الامارات، اماره تشادرشي، المكتب اسمه جيم هاوس او جيم نت. تمام، تقدر هناك قبل لا توصل المكتب او قبل لا تنوي تطلع للمكتب لازم تتصل عليه، الارقام راح اخلي لك اياها في صندوق الوصف وايضا رابط اللي موجود بالواتساب تقدر تتواصل عليه، بس اتصال يكون افضل من الواتساب. فتتصل عليه وتقول له ابو زهره انا راح اتوجه لك، انا من سكنه بغداد وراح اتوجه لك للمكتب انه تبرمج لي اياها وتحدث لي اياها وتسوي لي سكنه حسب اللعبه اللي اريدها انا. وبالمحافظات يقدر يدز رساله على الواتساب يقول ابو زهره احجز لي القطعه، وعد الكميه طبعا محدوده لقطعه كرونيك زين، يقول لي احجز لي القطعه ابو زهره وبرمج لي اياها وسوي لي مثلا على الاكس بوكس حدث لي اياها. ايضا حتى اللي يجيني المكتب اكيد راح اشرح له انه شلون راح احدث لي اياها. تحديث اكو للاكس بوكس واكو للبلاي ستيشن 5 بدون اي طرف ثالث، طبعا البلاي ستيشن 5 بدون اي طرف ثالث. تمام، هماتين اذا حاب تلعب ماوس وكيبورد نفس الفكره، ماوس وكيبورد تقدر تدز صور الماركات المعينه او انا اوفر لك ماوس وكيبورد واقول لك اذني متوافقات واذني اسعار. هذه القطعه راح يكون سعرها 155 الف دينار عراقي. البرمجه داخل المكتب راح تكون تحديث وزائد انه نصب لك سكريبت على قطعه الكرونيك زين راح يكون سعرها 30 الف دينار. كذلك بالمحافظات نفس الحاله، اما راح يكون تحديث وسكريبت راح يكون 30 الف دينار، وايضا خدمه توصيل راح ابلغك بها انا. تمام، هسه ايش راح اسوي لكم انا؟ عرفتكم العنوان مال المكتب والارقام اللي خليتك اياها في صندوق الوصف، راح اخلي لكم الفيديو هذا القصير على مود افتح لك انبوكسنج على القطعه وشوف شنو الورات اللي تجي وياها. طبعا انا هي وايد لها شروحات على اليوتيوب بس ولكن انا حبيت اسوي انبوكسنج بهذا الفيديو. تمام يا شباب، نشوفكم على خير ونقول لكم يا شباب ثمان الله.